تفضل. هلا بشكل عام الفيوز بتكون مكونه من ميتال ستريب اللي هي بتكون مقاومتها كثير قليله عشان لما يمر فيها كرت تحترق عشان احمي السيركت من الكرت. بتكون لها مثل كونتاكترز مثل اوميك كونتاكترز عشان توصل كهرباء على الهي. بيكون في حواليها فيلر بتكون عاده الرمل او مواد ثانيه مشان تحمي مشان الحراره تمتص الحراره الناتجه عن الاحتراق. هي بشكل عام الفيوزز موجوده باي سيركت. هي الفيوز بتحمي بشكل شغلتين الاوفرلود كرنت والشورت سيركت كرنت. اوفرلود كرنت هو لما يكون عندي كرنت اكثر من الكرنت المسموح هو لما يمر للحظه معينه صغيره عادي ما في مشكله، بس لما يضل مستمر بالمرور بسبب ضرر. والشورت سيركت كرنت بيكون كرنت عالي كثير لازم يفصل فورا. اهم شيء نحن بالباور الكترونكس انه الشورت سيركت كرنت نفصله فورا انه بياثر على الديفايسز، فلازم يكون سريع عندنا الفيوز. واضح هذا فرق مهم بين الحالتين، الاوفرلود بزيد الكرنت عن الفاليو اللي مسموح فيه بالدائره مثلا 50% 100% 200%، بس الشورت سيركت في شيء صار عمل شورت سيركت على الاوتبوت، فالكرنت ممكن يروح لفاليو عالي جدا. اللي بحدده الشيء الوحيد هو الامبيدنس تبعت السبلاي. هذول اللي مميز بينهم الحالتين الاوفرلود والشورت سيركت. هلا الفيوزز لهم انواع، هي اللي بيكون الماركينجز على الفيوزز. هذا الاول شيء اللي بيكون هذول الالكترونكس فيوزز بالعاده بيستخدموا بالدوائر الالكترونيه الصغيره او احيانا يعني الدوائر العاديه، فبيكون مكتوب عندي الريتنجز مكتوب عليك كم فولت بيتحمل كرنت اعلى كرنت نفس يعني اي شيء. في عندنا ال و اتش لو بريكنج كاباسيتي وهاي بريكنج كاباسيتي، وفي عندنا هذول اهم شيء السرعات تبعين الفيوزز اف اف فيري فاست اكتنج واللي هي غالبا مستخدمه بالباور الكترونكس. اف فاست اكتنج ميديوم ميد فاست ميديوم اكتنج هي غلط وسلو اكتنج وفيري سلو اكتنج. اذا هدول الكلمات كانهم من الالماني مش هيك؟ فلينك فلينك وفلينك مثل تراج. طيب اذا هدول كانهم ابليكابل اكثر للسمول سيركتس الالكترونيك سيركتس مش للباور الكترونيك سيركتس اللي بتحمل هاي كرنتس مش هيك؟ يعني لو يعني كرنت اقل هاي بيكون كرنت اعلى. هلا هدول اللي بيكونوا غالبا بالاندستريال بيكون جي ال وجي جي جي بي جي تي ار كلهم فاست اكتنج بس بيختلفوا بشغلات معينه ولهم استخدامات معينه. فهذا مثلا بيكون روبست فور مايننج ابلكيشن حسب الابلكيشن تبعه. هذا بيكون كيبل اند لاين بروتكشن غالبا بالمصانع. هذا ريكتيفاير بروتكشن خاصه بالريكتيفاير. هذا بيكون ريكتيفاير ولاين فبيكون له اسم معين. وهذا فور باور سيمي كوندكتر اند درايفز هذا اهم واحد جي اس وام. هذول حجمهم بيكون اكبر مش هيك؟ بيكون كبير. هلا السيمي كوندكتر ديفايس الفيوزز هن اللي بيختلفوا عن الفيوزز الثانيه بيكونوا اسرع بكثير. هذول مصممين بس للباور الكترونيك سيركتس بيكونوا فبيكون نفس التركيبه تبعته بس بيكون جوا رمل بيحطوه والستريب بتكون ما في اذا في قلم عشان هلا اول وحده كان العادي بيكون هيك الستريب عندهم. هاي مناطق بتكون شوي صغيره مشان يصير فيها الدوب بسرعه. هلا السيمي كوندكتر ديفايس مشان اكثر يعطي بروتكشن اكثر ما بيعملوا بس هيك بيعملوا كمان بيعملوا منهم اكثر من هيك فبزيدوا المناطق اللي بيصير فيها دوامه. لاحظوا هدول المناطق بتصير رفيعة. لما تصير رفيعة شو بصير؟ بنزل المساحة الكروس سكشن اريا فالقطعة هاي بتحمل كرنت أعلى فبتحمل بشكل فهي كأنها أضعف نقطة في التشين المكان الرفيع اللي بمر منه الكرنت فهذا أول مكان بحمى وبفصل. شايفين كيف بصير عندي أكثر من منطقة. هلا اول شيء بيصير في شغلتين بده يصيروا عندنا بالاول بالفيوز. اول ما يمشي كرنت بضل بيمشي بالمنتنج بسموه منتنج فيز. اول شيء بدوب بس يدوب اول ما يدوب بيصير في فراغ صغير بيكون كثير صغير بصير عندي الكتريك ارك قوس كهربائي. هذا القوس الكهربائي كمان هذا اللي هون بصير ملتيبل الكتريك اركس ان سيريز.
بعدها الالكتريك ارك بيعطي حراره عاليه فبتذوب الرمل اللي موجود فيه فمشان يسكر السيركت تمام. فمنتد ساند مثل الزجاج، هو الزجاج المنتد ساند فبسكر. هاي طريقه العمل تبع الفيوزز. هون عم نحكي عن الاوفرلود والفرق بين الشورت سيركت والاوفرلود. Not overload currents are usually not much greater than the normal full load currents of the system, but if allowed to persist will eventually cause damage. يعني لو ضلت بتضل تعملي damage to the system, especially to insulating materials in contact with the circuit conductor. بتدوب، بتصير المواد بتحمى وبتدوب بتخرب. والشورت سيركت مثل ما هذا عادة الاوفرلود كرنت بس هو بيحكي لما بدي اشتري انا الجهاز بيحكي RMS value اللي هو يعني مثلا بدي اشتري فيوز الاوفرلود كرنت اللي بيسبب عنده احتراق بيكون بالار ام اس فاليو لانه بيهمني بس الكرنت يعني ما بيهمني كم شورت سيركت كرنت. لا هو الكرنت بيكون عالي جدا وبزمن قليل جدا فبيرمز لحتى يدرسوه. فبيهمهم عامل ثاني ما بيزبط الار ام اس، بيهمهم عامل ثاني هو انتجريشن على تايم معين. هذا التايم هو فتره الارك الكتريك ارك والذوبان تبع الفيوز. هلا بنجي نحط تفصيل عليهم هذول اللي بعدهم. هذول اول شيء كاركترستيك للفيوز لما بدي اشتريها. اريتد كرنت ماكسيمم بيرميسبل اوبريتنج كرنت with which the fuse mount may be continually subjected to without change. يعني هو الكرنت اللي بيتحمله الفيوز. Prospective current هذا اللي بحكي عليه بالرسمة يعني هلا لو بننزل على الرسمة أحسن أول شيء بعدين أعرضه. هاي الرسمة اللي طريقة عمل الفيوز. فعندي الملتنج تايم والاركينج تايم. الاركينج تايم تبع الارك. هذا الملتنج كرنت حتى بيصير في ملتنج بعدين بيصير في اركينج كرنت. هلا هدول النقط هي بالعادة هو بيمشي هيك. هذا الكرنت اللي بيضل ماشي بحكي لك لو ما في اركينج بضل هون عندي بتل صار زيرو امبيدنس بضل في كرنت عندي بيمشي. هذا مهم بالحسابات انهم بيحسبوا هون لحتى يعملوا كاركترستكس. فعندي هذا بسموه كان اول فوق بروسبكتيف كرنت. بروسبكتيف كرنت اللي هو الكرنت اللي ممكن يمشي لو حطينا شورت سيركت. بروسبكتيف كرنت يعني لو انت رحت الان على السبلاي لا سمح الله جبت سلك ما له اي مقاومه حطيت السلك بين الفيز والنيوترال ايش بصير؟ بصير كرنت عالي جدا. شو الشيء الوحيد اللي بحط قيمه هذا الكرنت؟ الامبيدنس تبعت السبلاي. في امبيدنس للسبلاي طبعا حتى لو كانت صغيره قديش ممكن تكون؟ نص اوم، واحد اوم، اثنين اوم، ثلاثه اوم حسب السيستم اللي موجود. هذا هو البروسبكتيف كرنت، الكرنت اللي ممكن يمشي لو احنا حطينا شورت سيركت تماما. وفي بري ارك تايم اللي هو الملتنج تايم، في الاركينج تايم، في الاوبريتنج تايم اللي هو المجموع هذول الاثنين. فهون بصير عندي البري ارك اي سكوير تي فاليو هي الطاقه اللي بتصير قبل لما عند الملتنج. بري ارك بالزمن عند الملتنج من تي زيرو الانيشال تايم لحتى بلش عندي الملتنج لاخر التايم تبع الملتنج. هي الانرجي. في الانرجي الاكستنكشن اي 2 اي سكوير تي فاليو اللي هي لما يكون لما يصير الاركينج. هلا ليش انا بهمني هي عن هيك؟ احيانا بدي هي تكون سريعه يعني ما بديها كمان طاقه. اوبريتنج اي سكوير تي فاليو بكون مجموعهم. وسويتشنج فولتج سويتشنج فولتج فيرست بيك فولتج شكله ذا تيرمن اند ذا فيوز. هلا في عنا تو كونفنشن لحتى لو واحد بده يشبك الفيوزز ان باراليل او ان سيريز نفس اللي حكى عنهم الدكتور من زمان بالباور الكترونكس ديفايسز. في ناس انه ما بيكون عندي فيوز بيعلي الكرنت ريتنج تبعه فبشبكه باراليل بس لازم ناخذ بعين الاعتبار انه ما بصير نعتبر انه الفيوزز بياخذوا الكرنت ايكولي. نفس اللي حكيناه ونفس الشيء الفولتج ريتنج كمان. هلا ميكانيكال بروبلمز بيحكي لنا انه احيانا بصير عندي ميكانيكال لما يكون عندي كمان غير انه الشغلات الديفايسز لما يكون عندي انا فيوزز واشبكهم بارلل بصير هون عندي ستريس مثل نوع من انواع الميكانيكال ستريس على
الكونتاكترز هون فبيصير بيأثر على المادة الداخلية للفيوزز فبيغير من خصائصها. كمان هي مشكلة بيحكوا عشان بيحكي لك انه ليش نحن ما الأفضل انه ما نحط فيوزز ان بارلل او ان سيريز. بشكل عام الفيوزز يعني غريب جدا ان الواحد يشبكهم ان بارلل او ان سيريز. ممكن الباور سيمي كوندكتور ديفايسز بس فيوز بشكل عام زي ما انت حكيت اللي يفضل انه ما يحصل. اوكي شكرا.